صباح الامطار وبشائر الغيث النافعه كما قاعدين تشوفوا من خلال الاطار اللي احنا متواجدين فيه. امطار توا في تونس العاصمه بارده شويه، ايضا فما رياح قويه نسبيا، وتقريبا هذه الملامح الرئيسيه للطقس اليوم. نحكيوا شويه على كميات الامطار الطيبه اللي كانت تسبين هامه خلال 24 ساعه الفارطه. على الكميات وصلت 65 ملم في عين دراهم من ولايه جندوبه، 52 في راس جبل، تساقط ايضا البرد بكل من عين دراهم، وايضا في ولايه بن زرت كميات كانت طيبه الى طيبه جدا ببقيه مناطق الشمال، في مجملها من مليمتر واحد ل 30، فعلي اقل ممكن في مناطق الوسط. ونحكيو على الطقس اليوم، ان شاء الله الامطار هذه تبقى متواصله في الشمال في الوسط، ونتوقعوا اعلى الكميات باش نسجلوهم في مناطق الشمال والشمال الغربي. نتوقعوا كميات تتجاوز مبدئيا 70 مليمتر، بالاضافه الى هبوب رياح قويه. الطقس مازال بارد، كي نحكيو على درجه حراره بين 9 ل 13 درجه بالمرتفعات بالمناطق الجبليه، تكون بين 15 ل 19 ببقيه جهات. طقس شتوي بامتياز. المهم هو بشائر الغيث النافع، ان شاء الله نتوقعوا احصائيات طيبه اخر الاسبوع بعد الامطار الباهيه في مناطق الزراعات الكبرى مناطق الشمال الغربي. ربي يرحمنا ونهاركم طيب بالنسبه.